تفضل حكيم. دخيلكن، أنا كيف بدي كفي حياتي هلا؟ آه يا بنتي، وين رحتي؟ هذا هو القاتل، ليكو هو اللي قتل بنتي، لك ليش قتلتها؟ يلا احكي، احكي هلا ليش قتلت بنتي؟ أنت جنيتي شي؟ إيه طبعا أنا جنيت، لك أنا بنتي ماتت اليوم، وما بدك يعني إني جن؟ أنا اليوم بنتي قتلت حالة بسببك أنت. ارتحت لما خلصت منها لنصرت، مو هيك؟ يلا جاوبني، انت قتلت لبنتي نصرت؟ اسكتي. انت عم تكذبي، الحقيقة هي انت اللي ما كنتي حاببتيها تطلع من هون. كل يلي كان بدك اياه انه تضل هون بهذا المكان. كنت اعطيكي مصاري لحتى تحميها، صح؟ واحدة طماعة، بدك مصاري مو؟ بدك مصاري؟ قديش بدك؟ خدي، يلا خدي، خدي كل هالمصاري، بس تذكري شغلة واحدة، أنا بدي أنقذ نصرت وأخذها من هون. تنقذها؟ فهم بقى، نصرت راحت من كل هالدنيا يا نواب، راحت وما بقى ترجع مرة تانية. لك نصرت قتلت حالة. هلا حتى أنت ما رح تقدر إنه ترجعها، وأنت المسؤول عن موت لبنتي، هذا ذنبك أنت. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.